ايه كمان يا داود، ليه الاهلي كان شكله افضل الشوط الثاني؟ طيب انا زي ما قلت لك، يعني انت قلت لي على العيوب اللي كانت في الشوط الاول، صححها ازاي الاهلي الشوط الثاني؟ في وجهه نظري ان السبب الرئيسي في المشاكل اللي كانت موجوده عند النادي الاهلي عمق الملعب او وسط الملعب، الثنائيه اللي موجوده في ما بين كوكا وما بين مروان عطيه مش افضل شيء ومش حلو. انجح ثنائيه طيب. ممكن تكون موجوده للنادي الاهلي، وعايز اقول جمله اعتراضيه بين قوسين ممكن نبقى نروح لها في اوقات ثانيه ونتكلم عنها في اوقات ثانيه، ان النادي الاهلي محتاج لعيب في خط الوسط بشكل ضروري واساسي. يمكن الناس كنت تفكرها كلها في المهاجم، انا وجهه نظري اولويه اولى للنادي الاهلي حاليا التدعيم بلاعب محترف في خط الوسط، ممكن نبقى نتكلم ده في وقت ثاني. 8 ولا 6 وخلينا اشرح لك 6 ببروفايل خاص جدا كمان يا كريم. النادي الاهلي محتاج لاعب ريجيستا، يعني ريجيستا لاعب اللي بيقدر يقف قدام خط الدفاع يستلم الكوره بيعرف يعمل دورانات، يعرف ان هو يخرج بالكوره بشكل جيد، لاعب بصير يقدر ان هو يلعب بالتمرير، لكن مش بس كده، ويكون كمان قوي دفاعيا، وده لاعب نادر جدا انك تلاقي لاعب عنده القدرات دي في عمليه الخروج بالكوره وفي نفس الوقت قوي دفاعيا. واعتقد في وقت من الاوقات النادي الاهلي كان بيفاوض لاعب بالبروفايل ده، هو مكوينه لاعب نادي صن داونز. وانا في وجهه نظري النادي الاهلي محتاج اللاعب ده، والنادي الاهلي لما راح يا كريم يدور على لاعب في خط الوسط في وجهه نظري رغم ان هو لاعب مميز جدا ولاعب مهم جدا، ولو جاء النادي الاهلي هيعمل اضافه، بس مش ده البروفايل النادي الاهلي محتاجه. الاهلي راح يدور على بن رمضان رغم ان هو عنده امام عاشور، والثنائيه بالنسبه الملعب يحتمل الاثنين، يعني انت نص ملعبك يحتمل ان يبقى عندك الاثنين، هيبقوا قوه هجوميه مش طبيعيه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن الاساس رقم واحد في النادي الاهلي انت محتاج لاعب يكون بالقوه الدفاعيه اللي موجوده عند مروان عطيه وفي نفس القدرات في عمليه الخروج بالكوره اللي يمكن مميزه شويه عند كوكا زياده عن مروان عطيه. فانت محتاج لاعب في النادي الاهلي بالبروفايل ده اولويه اولى. تقصد انه مارسي كولر دلوقتي بيحاول يعمل الميكس ده بين مروان وكوكا عشان يكملوا الامكانيات اللي انت بتقول عليها ممكن تبقى في لعيب واحد بس، ولحد دلوقتي الثنائيه دي مش ناجحه بالشكل المثالي. والاهلي لما بينجح امتى؟ لما يقرر ان هو يتنازل عن الفكره دي، وان كل لعيب يقدر يقوم بالدورين بكميات او باشكال متنوعه، وبدا يروح للفكره البسيطه. انا عندي مين بيعرف يصنع لعب؟ عندي قفش. عندي مين بيعرف يدافع؟ مروان عطيه. خلاص نبسط الدنيا، مش محتاج اديك اي ادوار ممتاز. مركبه، حط مروان عطيه، حط قفشه، يمكن اخر حالتين في الحالتين انا كنت جايبهم في النادي الاهلي يوضحوا لنا الفكره دي بشكل بسيط. يمكن التعديلات اللي حصلت في الشوط الثاني، نادي الاهلي نزل قفشه زي ما قلت لك، بدل ما كنت بتلعب بيه الثنائيه كل واحد عليه ادوار هجوميه ودفاعيه ما بين مروان وما بين كوكا، خلاص مروان عطيه بقى موجود كثالث مع خط الدفاع. يمكن جيمي استعرض الحالات دي في اكتر من مره، بقى موجود في قلب الدفاع، وبقى قفشه هو اللي موجود. اخر صورتين في الحالات بتاعه النادي الاهلي اللي انا كنت موجودها وكنت بستعرضها ممكن هيوضحوا الفكره دي بشكل اكبر لو موجودين. اخر حالتين في حالات النادي الاهلي احنا اوريدي كنا بنستعرضها دي في الشوط الثاني، حال احنا كنا بنتكلم عنها. هتلاقي اللعيب اللي موجود تفتكر ان هو ده مش قلب مدافع، رقم 13 ده اللي ما بين قلبين الدفاع، مروان ده مروان عطيه ده تمركزه الطبيعي، وهتلاقي قفشه بقى هو اللي موجود قدام. وابرز حاله لو رحنا للحاله اللي بعد كده، اخر حاله موجوده معانا صوره من اللقاء مع سنطره، دي لقطه الهدف بالمناسبه، مش جايبها عشان الهدف، جايبها عشان حاجه ثانيه. احسن وقت تاخد بيه تمركز الفرقه في السنطره، واللعيبه لسه بتنزل تطبق اللي المدير الفني قايله، هتلاقي النادي الاهلي تمركزه عامل ازاي. تلاقي هنا مروان عطيه موجود جنب الثنائيه اللي على اليمين وعلى الشمال، ده دول الباكين بتوع النادي الاهلي، وراهم على طول ثنائيه خط الدفاع. مروان عطيه بقى ثابت موجود في عمق الملعب، مش محتاج اروح يمين، مش محتاج اروح شمال، مش محتاج اتعب نفسي في ادوار كتير، انا نازل مركز على الشيء اللي انا بقدر اعمله ان انا دافع بشكل كويس جدا، وقفشه هو اللي يكون مسؤول عن عمليه الخروج بالكره والجوانب الهجوميه. عظيم جدا.